التقت وزيرة التجارة والصناعة ليفين جاما ووزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية في إطار زيارتها الحالية لدولة صربيا ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي. تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية والناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا. وبلغت معدلة التبادل التجاري بين مصر وصربيا عام 2021 نحو 79 مليون و700 ألف دولار.